السلامة، مرحبا بكم. اليوم باش نعطيكم نصايح من خلال التغذية متاعنا كيفاش نقاوموا الستريس. ثلاثة حاجات لازم يكونوا موجودين، أولهم المغنيسيوم اللي هو نلقاوه في الفاكهة كيما الزوزة، اللوز، الججلان، الكاكاوية، نلقاوه زادة كيف كيف في البقول وفي الحبوب الكاملة، ونلقاوه اون سوبليمونطاسيون. لهنا بنحب نقول اللي راهو الإنسان كي يبدا ستريسي راهو الجسم نتاعو يستحق أكثر مغنيسيوم. هذاك علاش وقت اللي نكونوا في بيريود كيف ما هكا نحاولوا الحاجة هذيا تكون متوفرة في الماكلة نتاعنا. الحاجة الثانية اللي هي لي فيتامين دو جروب بي اللي نلقاهم كيف كيف في الحبوب والبقول كيما العدس، الفول، الحمص. الحبوب من المستحسن تكون كاملة، يعني كيما القمح الكامل، الشعير، وغيره اللي هما ولاو موجودين في الأسواق نتاعنا. الحاجة الثالثة اللي هي الأوميغا 3. الأوميغا 3 موجود في الحوت، موجود في لي فروي دو مير، موجود زادة في الفاكهة. دونك لهنا الفاكهة اللي حكينا عليها اللي هي زادة فيها المغنيسيوم. الثلاثة حاجات هذوما لازم يكونوا متوفرين في الماكلة نتاعنا بكميات معتدلة باش ما نزيدوش في الميزان. أو ميم طون ما ننساوش حاجتين أساسيين اللي هما شرب الماء بما فيه الكفاية، على خاطر هذاك يعاون في الدورة الدموية واللي هو هذاك يغذي المخ وينحي علينا التعب. النوم وأهميته، 8-9 سوايع نوم، وبطبيعة من غير ما نسهروا برشا في الليل. إن شاء الله ديما في صحة باهية. يا تري بيانتو.